جاء في المسند من حديث جابر أن جابرا رضي الله عنه سافر مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس أحد الصحابة، وقال لما دخل عليه ابتدره عبد الله فعانقه واعتنق، حتى إن عبد الله كان يطأ ثوبه فرحا بقدوم جابر عليه. فقال جابر له: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص. فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة بهما. قال جابر لعبد الله: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. يحشر الناس حفاة عراة بهما، ثم يقول الله: أنا الملك، أنا الديان، بصوت يسمعه من بعد كمن يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد أن يدخل النار من أهل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه له، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله حق عند أحد من أهل النار حتى أقصه له ولو كانت اللطمة. قيل: يا رسول الله، كيف ونحن نحشر بهما عراة؟ قال: بالحسنات والسيئات. فالقصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، وهذا يجعل المرء، يجعل هذا الحديث وهو صحيح بشواهده نصب عينيه، ويبتعد وينأى أكثر ما يبتعد عن أعراض الناس وعن دمائهم وعن أموالهم، حتى يكتب الله له مع توحيده واتباعه النجاة يوم القيامة.